bekommen. Shabbat U, Yalam Balish. في نفس الفيديو تكون عن رح يكون عنا صحن رح يكون عنا أي شيء يعني أكل بعدين هنأكل من غير إيدينا ودلوقتي خلينا نبدأ مع الجولة الأولى دلوقتي هي أول جولة ومعنا ريش كوركور طبعا هنأكل من غير إيدين هقربها واحد اثنين ثلاثة لا فيها كان فاضل لي حته بس وتبعتي جولتك بالقدر وتبعتي واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة اي جامد واحد واحد بس كان جامدة قوي خلينا نروح الجولة اللي بعديها في الجولة الثالثة أول جولة ما نتفاجئ وأنا ثاني جولة أنا فوز دلوقتي الجولة الثالثة في شوكولاتة واحد اثنين ثلاثة كتير جامدة
تكون يا حلم؟ افتح افتح افتح. نعم جامدة. اللي بتاعتي دي جامدة قوي قوي. ما هي فعل؟ ما فضل؟ دلوقتي انا هاخد القهوة رابعة. وزي ما شفنا لقيت عنا بسكوت. دلوقتي هنعمل هناكل من غير ايدينا. واحد اثنين ثلاثة. اهي الفكرة. طبعا ما لنا ثلاثة وأنا واحد. هو فعل توجه. أنا راح أخذ العقاب. كيف هو؟ مفكر زيت سدو. هيك تحكي حاطي شوبي زيت سدو. متأكد؟ أيوة. فلفل أحلى. لا 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 كنت أجح أكل زيت سدو. طبعا زي ما شفتي مهند اخذ اللحقة انه انا هشرب زيت زيتون. اوكي واحد اثنين كله 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 يلا سوي سوي سوي. مش حلو. لا 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 مش حلو ابدا. مش شايفين شربت الزيت مش هشربه. يو جاي باي. يلا اشربي. لازم تشربي عشان تخدم. 20 معلقة شطة. 20 معلقة شطة. مش حلو بجد يعني. يعني ولا يعني هذا الزيت خصوصيا للاكل. هذا الزيت خصوصيا للاكل مش لل يعني شغل هيك حجر. يعني لو حبيت الفيديو لا تنسوا لايك سبسكرايب كومنت شير اشتركوا وتشتركوا في القناه وتدعمونا عشان يجيكم كل فيديو.